ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه النهارده؟ معانا طريقه حلوه للكحك. السمنه بتاعته مش مقدوحه، وتعالوا نشوف المقادير مع بعض. معايا كيلو دقيق، ومعايا نص كيلو سمنه. السمنه دي مش مقدوحه، السمنه دي من التلاجة. ومعايا 3/4 كوب ماء من التلاجة، ومعايا 1/4 كوب حليب، ومعايا 1/4 معلقه ريحه كحك لو مش عايزاه استغنى عنها، وفانيليا ورشه ملح، ومعايا معلقه كبيره خميره، معلقه صغيره بيكنج باودر، نص معلقه فانيليا. ونشوف بقى هنعمل ايه. الاول انا هحط اللبن والميه والسكر، هدوبهم الاول مع بعض. معلش هو في جزء من الفيديو اتمسح. وبعد كده هضيف المكونات كلها مع بعض والسمنه بارده، وهعجن كله. وبعد كده هضيف الميه اللي هي باللبن والسكر مع بعض، هضيفها على العجين وهعجن فيها. بصوا لو انا عملت العجينه كده ولقيتها متشققه معايا، وهي محتاجه معلقه سمنه، هضيف لها معلقه السمنه. لقيتها مش متشققه، يبقى ايه العجينه ناجحه معايا. زي ما انتم شايفين كده، هاخد حته واعملها زي الكوره كده، اكور فيها اهو، واحط في الصينيه اهو زي ما شايفين معايا. عجينه حلوه وطريقه حلوه، ان شاء الله تعجبكم. وبرده هعمل لكم الطريقه اللي هي بالسمنه المقدوحه، وهتشوفوا الاتنين حلوين. بس عشان في ناس ما بتحبش السمنه مقدوحه، فبتحب السمنه بتكون من التلاجة او بره التلاجة زي ما انتوا عايزين، بس اهم حاجه ان هي ما تكونش مقدوحه على النار. فهي دي الطريقه، ان السمنه بتاعتها مش مقدوحه على النار. طريقه سهله وحلوه، تحط مواد مجفه كلها على بعضها، وببقى حاطه اللبن والسكر والميه على بعض، وبقلبهم كويس. وبعد ما اضيف الحاجات دي كلها، مكونات الجفه والسمنه، وبس فيهم 1/4 ساعه، بروح ضايفه الميه باللبن دي اهو زي ما انتم شايفين كده معايا اهو. بس لازم يا جماعه نبس فيه 1/4 ساعه، وبعد الـ1/4 ساعة بضيف اللبن اللي انا حط عليه مية، وحط عليه السكر زي ما شايفين معايا كده اهو. انا ما بسيبهوش يخمر، هو يا دوبك اصلا ما انا بعمله في ساعتها، ما بعملهوش، واسيبه يخمر. وبسويه على فرن 160، لو الفرن بتاعت عالية، لو الفرن بتاعت مش عالية يبقى 170 درجة اهو. اهو شكله اهو، اعمله بالبصمة كده زي ما انتوا شايفين معايا اهو. البصمة دي على فكرة يا جماعة احسن من المنقاش، المنقاش مش حلو اهو. تمام كده اهو، زي ما انتوا شايفين معايا كده. انا بحب مقاسه صغير، مبحبش الكحكات تبقى كبيره، الصغيره دي بيبقى شكلها حلو. اهو خلاص خلص معايا، هدخله الفرن. هعمل بقى نوع تاني بالملبن، معايا ملبن من عندي بتاع الحلويات اهو. وبعد كده هضيف معلقة سمسم، وهضيف معلقة سمنة اهو، وهدعكم مع بعض كلهم كده. همزج المكونات دي كلها في قلب بعض زي ما انتوا شايفين كده اهو، بيخلي الملبل طري كده وحلو وطعمه حلو، السمسم والسمنة اهو زي ما شايفين. وبعد كده هعملهم كده كور صغيرة اهو، عشان احشي بيهم الكحك. بص عامل ازاي، هاخد عجين كده. انا يعتبر عملت نص سادة ونص ملبن اهو. احط ملبن في النص زي ما انتوا شايفين كده، هقفل عليها بالراحة اهو.
تمام كده. اهو هفضل اعمل كده اهو. النص زي ما انتوا شايفين كده واقفل عليها بالراحة. بصوا اهي، هخلص كده الكمية اللي معايا ونرجع مع بعض تاني. اهو انا كده خلاص هخلص بس الكمية دي ونرجع. انا كده خلصت اهو، هعمل بقى بالبسطامة. البسطامة دي حلوة احسن من المنقاش بصراحة، عملية وسهلة زي ما شايفين كده، وما نضغطش جامد عشان ملبن بس. وهخلص الصينية وهدخلها الفرن على 160 درجة. اهو بصوا بصوا لونه، بصوا سهل جدا، بصوا ما شاء الله بيتكسر بسهولة وهش من جوه جدا ما شاء الله. اهو اوريكم بردك واحدة بملبن بردك، شوفوها حلوة جدا بردك. اهو بصوا اللي بملبن اهي زي ما شايفين كده، جميل ما شاء الله، ان شاء الله يعجبكم. واحط السكر عليه دلوقتي اهو، اهو زي ما شايفين كده. اهو كده انا عملت الكمية اللي معايا. بصوا بالبصامة كده اضغط بالراحة اهو زي ما شايفين كده، اضغط بالراحة جدا عشان اللبن اللي جوه. هسويه وارجع لكم. خلاص اهو وخرج من الفرن كده اهو. بصوا بيتكسر بسهولة جدا وحلو جدا زي ما حضراتكم شايفين اهو. هوريكم برضو اللي هو بملبن، هوريكم اللي بملبن دلوقتي اهو. بصوا بيتكسر بكل سهولة وجميل جدا. بصوا الملبن عامل ازاي فيه، يعني بسم الله ما شاء الله حلو جدا.